سفر البنت للعمل خارج السودان بعقد عمل من غير محرم، ده ما بجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. عشان كده العلماء اتفقوا، علماء الإسلام، على أن للمرأة في الحج شرط زائد في الاستطاعة، لقت المال وهي عندها قدرة بدنية تتحمل مناسك الحج، في شرط زائد اللي هو شنو؟ وجود الولي. عشان كده الصحابي لما جاء يخرج مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجهاد يستأذن يخرج، وذكر له إنه ترك زوجة مسافرة إلى الحج، قال: اذهب فالحق بامرأتك، مش ألحقها، حج معها. فلا بد يا أخواننا الناس الموضوع ده يكون عندهم محسوم، دي أمور شرعية ما فيها لعب. فلا يجوز سفر المرأة إلى أي مكان يسمى سفرا إلا بشنو؟ إلا مع المحرم. طيب، والناس اللي بيقول لك الكلام ده تشدد وما تشدد، احنا اخواننا شفنا، انا بعرف واحد زميلنا كان قرى جامعة السودان وماسك مستشفى في الرياض في السعودية، وقبل ما يجي كان في مدير تاني من جنسية اخرى غير الجنسية السودانية، الكلام ده في الرياض. الزول ده بيستغل البنات اللي بيجي يشتغلن في المستشفى لنفسه ولجنسه، والوحدة إذا ما لبت رغبته معه في الزنا ما بشغلها، وممكن يطرد عاد أو يلبسها تهمة. فقال لي أنا لقيت كمية من البنات الشغالات، الزول ده قدر يصلي لغاية ما فتح فيه بلاغ وورطه، عرفته، وداك بقى يترجى فوق والتلاصل زي ده ما ترحمه، نجمه طوال. فده ما استغلال، زي ما قال الشاعر: تعدو الكلاب على من لا أسود له وتتقي صولة المستأسد الضاري. وده معروف يا أخواننا، موجود، والناس شافوا كده. خليك من الشعر بتاع الجاهلية ده، الناس ما شافوا في اسمه شنو، الساحة الخضراء ولا وين، رأس السنة، انتشر في السودان كله مقطع لبنات متبرجات تبرج شديد، واحدين بيتحرشوا به، شغلة جاي طزات يمسكوها من وين ما معروف. هذه حلوها كيف؟ لأنه ديل ما عندهن ويليان، ديل يمثلا وجه قبيح. الليلة كثير من الناس شافوا الممارسات السيئة والتي شوهت كثيرا صورة الإنسان السوداني خارج السودان. أمشي دبي، أمشي غيرها من البلاد المفتوحة، شوف سمعة السودانيين بقت كيف، سببها شنو، المرجع راجع لشنو، الموضوع ده كله بيرجع لشنو، بيرجع لأنه ما في ولي، لا في ولي قاعد معاه هناك، لا الولي السمح لها شنو، السمح لها إنها تمشي من غير ولي. ودي أخواننا مشكلة تانية، دي برضو العلمانية جابتها، إنه قالت من حق المرأة إنها تتنقل وتفعل وتفعل عشان يصلوا للمرأة زي ما داري. طيب، قال: ما الضوابط التي تجب على المسلمة في الدراسة في الجامعة؟ طبعا دي من الأمور ربنا سبحانه وتعالى ابتلى بها الناس في هذا الزمان. أول حاجة يا أخواننا يجب عليها أولا أن تأتي بالحجاب الشرعي، وللأسف الشديد في جامعة هنا، جامعة الوطنية، بيمنعوا المرأة البت اللي بتقرأ بيمنعها إنها تلبس حجاب شرعي، لابد تلبس بنطلون، لابد بنطلون، وتكون لابس اللابكوت ده ولا اسمه شنو، كويس، لابد تلبس بنطلون. وإذا جات، وللأسف الشديد الناس المشرفين على هذه الجامعة من الكيزان والأخوان المسلمين للأسف الشديد، كويس،
واحدة جات قالوا لا يا جامعة يعني غابك ده. يعني اسمها حرة في شنو؟ ما تلبس. هسي الراهبات، الراهبات النصارى ديل لابسات صليب، ما بيلبس اما قفل، ما بتشوف الا الوش والكفين، ما بتتكلموا معاي ليه؟ ليه ما بيتكلموا معاي؟ لكن احنا يا اخواننا المسلمين بقينا حمار عبد الله وتسعد، اي زول بيتعلم فينا الركوب؟ نحن بقينا مساكين كويس. فاول حاجه يجب عليها ان تلبس اللباس الشرعي. نمره اثنين، ان اخواننا تبعد وتتجنب الاختلاط مع الاولاد. وربنا سبحانه وتعالى قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا. الانسان اذا عمل حكم الله ولو كان بخالف اهواء الناس او الناس بيضحكوا عليه او كذا او كذا، في النهايه ربنا سبحانه وتعالى يجعل له من هذا الامر مخرج. لان اخواننا نحن ما علينا الا ان نفعل ما امر الله، وربنا سبحانه وتعالى يقضي لنا الغرض. موسى عليه السلام في سوره البقره جوه ناس قالوا له يا اخي عندنا زول ميت الكتل منه ما عارفينه، ورينا انت نبي قلته ورينا. قال لهم ان الله يامركم ان تذبحوا بقره. قالوا له يا موسى نقول لك ورينا الزول ده كتل منه، تقول لنا ان الله يامركم ان تذبحوا بقره؟ قالوا اتتخذنا هزوا؟ قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. علاقة البقرة بالإنسان الميت ده ودارين نعرف الكتل منه، العلاقة شنو؟ ربنا سبحانه وتعالى أمرهم أن يذبحوا البقرة وشددوا على أنفسهم في الأسئلة. لونه شنو؟ وما هي؟ في النهاية ضبحوها. ربنا قال وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. كده الغرض حصل ولا ما حصل؟ الغرض حصل. ولذلك يا أخواننا الإنسان ما يسأل حاجة ما عرفتها، ما تسأل منها، لكن طبق أمر الله سبحانه وتعالى. ربنا قال ومن يتق الله يجعل له من أمره مخرجا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وربنا قال إن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا لا يغلب عسر يسرين كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال يا غلام، دي برضو من الوصايا، إني أعلمك أو معلمك كلمات احفظ الله يحفظك. يعني أنت أعمر بأوامر الله، ربنا سبحانه وتعالى يعني يفرج عنك ويعينك في المضايق والشدائد. احفظ الله تجده تجاهك، يعني لما تحتاج للإعانة، لما تحتاج للنصرة وهكذا ربنا بعينك. إذا سألت فاسأل الله، ما تنادي غير الله، ما تنادي يا بقبة اللبنية أكتب لي حجاب من راسلي كرعية، ويا ود بدر من الفقر، ويا بشام ورا وقدام، وعين صعيد نادي عوض الجد، عين يمين نادي بسكين، عين شمال نادي الكمال، عين ورا نادي بشرة، عين فوق نادي أهل الزوق، عين تحت نادي بمسك. ده ما خلى لي الله إيش يا أخي. إبليس قال ثم لأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. ابن عباس قال ما قدر يقول من فوقهم لأنه يعلم أن الله من فوقه. ده قال لك عاين فوق نادي أهل الزوق في الحفلة، للأسف الشديد شرك وبورة يا بشرة، إن شاء الله راجل مرة والحفلات يختموا لك بشنو؟ بالليلين أولى مش مكاشف الغوم يطوف بمجلة كلام ذاته لا تعرف عربي لا لاتيني لا مدح للنبي صلى الله عليه وسلم لا مدح لقعونجة ولا شنو ذاته ما بتعرف والله. الشاي شايل له رتينة واقف توب حمار في الطين راجي الصالحين يدو البنزيمة والعربات واقفة صف حمار يدو بنزين كيف يعني؟ شغلة عجيبة ذاته والله يا أخواننا، هوس ثقيل. فده كل يا أخواننا
النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، ما تستعين بحجاب. والله إحنا شفنا طلبة تلقاه خاتي حجاب وخاشي به والامتحان، يقول لك ده إن شاء الله بيساعد في الامتحان. لو جبت الفكي وربطته في الامتحان بتاع الفسيولوجي ده بيحله الفكي ذاته. يا أخي ما تغشونا يا أخي، عرفتها؟ ربنا قال أمن ينجيكم من ظلمات البر والبحر، ده الله سبحانه وتعالى، ما في غير الله مخلوق بيقدر يعمل كده. قال واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ده بخليك أنت مؤمن تمام، ما بتبرك لك لبشر. لأنه في دكاترة زول يقول لك يا أخي احنا في كلية الطب تقول لنا الكلام ده شنو؟ وفي دكاترة بروف في الطب استشاري تلقاه بيبرك له في فكيه، ليه فكيه؟ تلقاه راكب أحسن موديل وأحسن عربية وباني عمارة ومشهور، تلقاه بيبرك له لدجال وفكيه. فده كلام هوى الساكن. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال واعلم أن الفرج مع الصبر، أن الفرج مع الكرب، وأن النصر مع الصبر، وأن مع العسر يسر. طيب نختم بسؤال، في سؤال مباشر وفي سؤال مباشر برضو، ما في مشكلة يا أخي تفضل. ها أيوة طيب أيوة، أخونا ده قال داري عارف منهج الترابي. الترابي أخواننا ينتمي لمدرسة الأخوان المسلمين التي أسسها حسن البنا في مصر وسيد قطب ومدحهم، عنده كتاب اسمه تجديد الفكر الديني صفحة 41 أو 43 تقريبا، مدح أبو الأعلى المودودي وسيد قطب. وديل عندهم برنامج برام ضلالات كثيرة، زي حسن البنا هنا اللي بيقول إنه من أركان الإسلام الدولة، قال عندنا نحن الأخوان المسلمين إنه الدولة من أركان الإسلام. أركان الإسلام معروفة خمسة، صح ولا ما صح؟ فديل قالوا الجبهجية، ديل جبهجية مصريين طبعا، قالوا إنه الدولة من أركان الإسلام، عملوا ركن سادس. المهم ده موضوع ثاني. أما التراب يا أخواننا هو إنسان معارض للدين والقرآن. أول حاجة الترابي بينكر جميع الغيبيات، جميع الغيبيات، من أشراط الساعة وعذاب القبر ونعيم القبر والمعجزات، دي كلها بينكر الترابي. جابوه في جامعة الخرطوم 2006، جابوا العلمانيين الشيوعيين اللي بيقولوا هسي أي كوز ندوس ودوس، هم الكيزان جابوهم هم لأنه الترابي كوز. قال لهم، قال في مسألة عذاب القبر، قال يا أخواننا يقول لك الإنسان يعذب في قبره، قال يا أخواننا جسم الإنسان ده ما بضي، والبضي ده قال 60% منه موية يا أخواننا، ولما يموت ما بيتحلل. وقال أمريكا الآن قاعد تحرق والهند بتحرق، يعني ديل ربنا يلقاهم وين؟ وطبعا ده شك في قدرة الله سبحانه وتعالى، ويرد عليه من الواقع ومن الطبيعة ومن الأدلة الشرعية. ابن الجوزي رحمه الله لما رد على الملاحدة زي ديل قال الصائغ إذا أراد أن يجمع برادة الحديد فإنه يمر عليها الزئبق، أفلا يستطيع العليم الخبير أن يجمع الإنسان بعد أن تفرق في الأرض؟ أمشي لعمارة الذهب، الجماعة اللي بيشتغلوا تلقاه شغال بيعملوه في خاتم مثلا أو شيء، بينزل شنو؟ بينزل فتات اسمه برادة، البرادة دي بيستفيدوا منها هي ذاتها، بيقوم بيجمعها بشنو؟ بالزئبق. طيب إذا كان الزئبق بيجمع البرادة، وحتى لو رموها في الواطة البرادة دي وجبت الزئبق تاني بتجمع الذهب. ربنا سبحانه وتعالى ما يجيب الإنسان بعد ما يتفرق. ربنا عز وجل قال لما جاء العاص بن وائل السهمي للنبي عليه الصلاة والسلام في سورة ياسين وجاب له عظم قديم، قام فتاو في وش الرسول صلى الله عليه وسلم، أول حاجة من باب الاستهتار ومن باب إنكار المعاد،
قال يا محمد أتزعم أن الله يحيي هذا، يعني العظم القديم ده، بعد هذا؟ وقام فتاه في وش النبي صلى الله عليه وسلم، قال نعم، ويبعثك ويدخلك النار. وزي خباب ده برضو سبب تاني من النزول، قالوا العلماء داير منه دين، قال له ما برجع لك دينك لغاية ما تكفر بمحمد. قال له والله لا أكفر حتى تقوم الساعة أو القيامة. قام قال له خلاص لما تقوم القيامة وربنا لو قدر يحيينا إن شاء الله أنا بلاقيك هناك وبديك قروشة. ربنا عز وجل قال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. شوف الآية ردت عليه من البداية، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. يعني هسي الأصعب إنه أكسر الكرسي ده، أكسره وتاني أدخله المكنة أسيحه خلاص وأخذته في القالب بتاعه وأمرقه كرسي جديد، ولا الأصعب إنه أجيب لي بلاستيك من جديد وأحبب البلاستيك وأطلع المادة النقية من المادة المانقية وأدخله تاني في المكنة حتى أمرقه؟ الأصعب ياتو، الأصعب تجيبه من ما في. عشان كده ربنا قال وضرب لنا مثلا ونسي منه خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة. أنت جابوك من وين؟ الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، النار دي مرقت من شجرة أصلا أخضر، فمن النار التي تحتاج إلى اليبوسة أخرجها من الشجر الأخضر الذي ملئ خضرة وماء. ربنا عشان كده قال أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. نقول له في القرآن يا الترابي لو أنت مؤمن بالقرآن، ربنا ذكر أناس بعد ماتوا ربنا أحياهم، خمسة في سورة البقرة بس، خمسة. القصة الأولى ذكرناها قصة البقرة، فقلنا اضربوه ببعضها كذلك شنو يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. لو صحيح عندك عقل ده دي آية. نمرة اثنين، وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم شنو بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. ثلاثة، ربنا عز وجل قال وضع أو كالذي مر على قرية، وده من أقوى الأمثلة، وهي خاوية على عروشها، وده عزير مات 100 سنة وربنا تاني أحياه. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى كيف يعني يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها نجمعها يعني ثم نكسوها لحما. الحمار ربنا وراه خلقه كيف من العظام، بعشان ربنا جاب اللحم اللي كان مفرق له 100 سنة لأنه ده حمار عزير ذاته. وانظر إلى العظام كيف ننشزها كيف نجمعها ثم نكسوها لحما. وده يا أخواننا والله آية عظيمة يا أخي. شوف خلق الإنسان ده، شوف خلق الإنسان، شوف المفصل حقك ده بيتحرك كيف لما كراع يعني يدك دي لما يدك دي تتكسر بعد ده حركتك بتبقى شنو محدودة. البني آدم مهما عمل وسوى له روبوت ما بحصل البني آدم كويس. أديك نموذج، ناس الكهرباء بقول لك ناس التحكم، طبعا نظام الكهرباء قائم على أو الكهرباء بتاع التحكم خاصة الجسم ده في الكهرباء قائم على دراسة الأنظمة. يعني بيكون واحد متحكم في نظام مثلا الجامعة دي، ده نظام، النظام ما ممكن تكون كفاته واحد صحيح اللي هو 100%. مثلا أنا داير مكيف في غرفة، أنا داير أضرب، شوف
يعني شوف العلم ذات يا اخواننا بقود الانسان لانه يؤمن بالله. المكيف ده بيكون فيه حساسات في اليوم مثلا. بيكون فيه حساسات. بيكون في حاجه اسمها سيت بوينت، يعني انت دار تضبطه على درجه معينه 18. بيقوم المكيف مع الحساس بدي حاجه اسمها فيدباك. لمنو؟ بديها لل بيسموه ناس الكهرباء بيسموه اكشويتر، يعني زول اللي بيعمل الفعل ذات الاول الجهاز. بيقوم بيقول لها زول الدرجه دي 24 نزلها لي لسه كم درجه؟ 6 درجات مش؟ بيقوم بيقول لي خلاص الاكشويتر ده بيقول للكمبريسر زيد السرعه. الكمبريسر بيزيد السرعه تلقاه شغال، مره يعملها 17.5 مره يعملها 18.5، ما بيقدر يجيبها واحد. لو الجهاز ذاته جابها الغرفه درجه حرارتها ما بتبقى 18. لو في زول فتح الباب ما بتبقى 18، لكن شوف جسم البني ادم الكفاءه بتاعته واحد صحيح. بيجيبوا ترموميتر بيخطوه في لسان الانسان بيلقوها 37 درجه. وانت ما عارف وتلقاه ملحد وافتكر انه الله ما في. تفتكر شنو ناس؟ يا ناس تفتكروا شنو انتوا؟ انت عندك نظام هنا شغال في جسمك، ربنا قال وفي انفسكم وفي الارض ايات للموقنين وفي انفسكم افلا تبصرون. عندك انت نظام بتاع نقل اكسجين، ده جهاز براو بيدرسوه ناس الطب. الدم ده جهاز براو. الشغل بتاع الهضم ده عمليه مشتركه بخشوا فيها حاجات كثيره، بخش فيها دم، بيخش فيها مويه، بتخش فيها درجه حراره، عرفتها؟ بتخش فيها عمليه ميكانيكيه بتاعت معده، كلام كثير. الزول تلقاه ماشي في الحر تلقاه بدا يعرق. العرق ده عشان الشمس تدوق فوقه ويبرد حراره الجلد. الجلد ده عباره عن سنسر حساس، الجلد بتاعك ده. عشان كده ربنا في العذاب قال شنو؟ قال كلما نضجت جلودهم بدلناهم شنو؟ جلودا غيرها ليه؟ ليذوقوا العذاب. ده الحساس بتاعك، ده السنسر. واحد تلقاه خلاص يعني هو قرا طب، يعني الواد خلاص ما في زول زيه. يا ود انت لو بتفهم الطب ده صح كان قادك لربنا سبحانه وتعالى. القلب ده عنده نظام معين، نظام معين عند البشر ديل كلهم، ده ستاندر، ستاندر عديل. الستاندر لو حصل له خلل الجهاز بيقرا لك يقول لك والله الزول ده حاصل له كده. الاملاح في البطن كويس، التي دي اس يقول لك عمل لنا فحص بتاع تي دي اس. لو الاملاح زادت العيون بيورمن، يقول لك طبعا في مظاهر، ده التشخيص. العيون ويرمن، الحراره زادت، بقى ما في نفس للاكل الى اخره. كويس، البول يتغير الى اخره. بيمشي الدكتور يقول لها شرب مويه، هاك الحبوب دي كذا كذا، بيقوم بيحاول شنو؟ يرجعك للسيت بوينت القبيل، انه انت ترجع املاحك تكون مش ما في الجسم، تكون في، لكن الشيء المطلوب. ربنا خلق البني ادم ده خلقه عجيبه. الشاهد من الكلام انه ربنا قال ثم نكسوها لحمه فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير. والكلام يطول، نختم لانه اخونا بتاع الساوند قال الزمن انتهى، بس نستسمحه في سؤالين. طيب، قال اذا تنقبت، اذا تنقبت يلحقوني جماعه انصار السنه المحمديه. اول حاجه نحن ما جماعه، خلاص، ولا يجوز للانسان ينتمي لجماعه، لا انصار سنه، لا كيزان، لا شعبي، لا شيوعيه، لا حريه وتغيير، لا حزب امه، لا يو بي اف، لا حركه شعبيه. ما بجوز انسان ينتمي لاي حزب. الدليل ربنا عز وجل قال ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء. ربنا قال ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب بما لديهم فرحون. والنقاب ده ما حقنا انصار السنه، ده ربنا نزله، وربنا ذكر ايات ذكرناها قبيل في القران، وهو حق نساء الصحابه فاطمة وخديجة وعائشة وسودة وغيرهم من زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين والصحابيات الفضليات. كما قالت عائشة رحم الله نساء المهاجرين الأول لما نزلت آية الحجاب، شققنا مروطهن فاعتجرن بها فخرجنا إلى صلاة الصبح كأن على رؤوسهن الغربان ما يعرفن من الغلس. صحابية، ابن عباس قال لي واحد ألا أدلك على امرأة من أهل الجنة تلك المرأة السوداء. أتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله
إني أصرع فادعوا الله أن يشفيني. قال إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت ولك الجنة. لما سمعت الجنة قالت بل أصبر. قالت يا رسول الله ولكني أتكشف فادعوا الله أن لا أتكشف. إخواننا الصرع مرض إرادي ولا لا إرادي؟ لا إرادي. دي الصحابية الجليلة دي ما دايرة تتكشف ولو من غير إرادتها. كيف؟ بل بتمشي للسوق وتشتري التكشف بقروشة. شوف الكلام ده كيف. وده فيه دليل إنه الوحدة لو مشت تمام بالحجاب الشرعي إنه ده من أسباب دخول الجنة. فدعا لها رسول الله فكانت إذا صرعت لا تتكشف رضي الله عنها وأرضاه. فكونه يقول لك أنت من جماعة وكده لا لا، ده حق الدين. وإلا لو صليتي برضه ممكن يقول لك أنت كوزة، ولو غمت الليل ممكن يقول لك أنت صوفية، ولو ذكرتي الله يقول لك أنت كذا وكذا. فنحن ما بنخلي شعائر الإسلام والدين، لأنه في جماعات غلطانة وباطلة هي بتدعو ليها، لأنه ما في جماعة إلا وعندها شيء من الحق، يعني شيء من الحق. الحجاب حق، حجاب الشرعي حق. فكونهم بيدعوا له ده ما معنى إنه نخليه يا أخواننا لغاية ما هم يخلوه. ما هو الدين ما كده، يتخلوا يا يعني نحن نخلي واحد من الاثنين. لا ده ما الدين يا ناس، انت تاتي بالامر الشرعي ولو كان عليك. طيب حكم المصافحه الحرمه، حكم المصافحه الحرمه، انه الراجل يخط يده في مرأة اجنبيه، واحد يقول لك يا زول اجنبيه كيف؟ والله لا هنديه لا بريطانيه ولا صوماليه، دي سودانيه وبالتعمي برضو أجنبية. الأجنبية هي اللي بيجوز لك إنك تتزوجها، والرجل الأجنبي هو الذي يجوز للمرأة أن تتزوجه، فما بجوز إنه تصافحه. الدليل النبي عليه الصلاة والسلام قال لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في أم رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. زمان الكيزان الجبهجية دارين يطعنوا في الحديث ده، لكن يقولوا لا ما دارين إنه ما بتجي عندهم يعني. قاموا قالوا لا والله المس طبعا مقصود به الجماع، لا يمس مرأة لا تحل له، يعني ما يجامع مرأة لا تحل له كذا. قبل نرد عليه أسي ده داير رد، هل ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ما تجامع مرأة ما تحل لك؟ هو الكلام ده بيحصل ذاته يعني؟ هل ممكن الدين يدعو لهذا؟ ده نمرة واحد. نمرة اثنين نقول له والمس مقصود به واللمس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال في الزول اللي بيتكلم في خطبة الجمعة إنه ما عنده جمعة، وأي زول بيلغو ما عنده جمعة قال ومن مس الحصى فقد لغى، معناه جامع الحصى. ده المعنى بتاعه يا جبهجي. الجبهجي ده غير الدنيا خربوا الدين ذاته، لكن ما بيقدر. آخر سؤال، تأخير الحجاب الشرعي للزواج. لا يا أخواننا، وده قد يذكرني ب بعض الكلام اللي بيدور في بعض ألسنة أو في بعض رؤوس البنات، إنه الواحدة لو اتحجبت إنه شنو؟ إنه ما حتتزوج. ده ما عنده علاقة. أو تكون شالت فتوى من الفنانة اللي بتقضي علينا أضاننا في الحلة، تقول اللي ما بيصفق إن شاء الله ما يعرسها. والله إلا تكون شالت غايته فتوى من دي. لكن يا أخواننا الموضوع ده ما عنده علاقة. الزواج ده شنو؟ ده رزق. رزق. كويس، لو اتبرجت او لو لبست تمام ده ما عنده علاقه بشنو يا اخواننا؟ ده ما عنده علاقه بالرزق، وانما الرزق عند الله سبحانه وتعالى. فالوحده يعني تقيم هذا الحجاب ولو رضي من رضي وكره من كره. والنبي عليه الصلاه والسلام قال من ارضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس، ومن اسخط الله في رضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فالزول اللي بيحاول إنه يرضي الله ولو الناس زعلوا، حكمة الله إنه الناس تاني بيرجعوا ويرضوا عنه، حكمة الله كده. والزول اللي بيحاول إنه يرضي الناس ولو كان الموضوع ده في سخط الله، ربنا من حكمته إنه يجعل الناس الرضوا عنه والأثنوا عليه والخير يرجعوا يتكلموا فيه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أهلنا وأنفسنا جميعا، ونسأل الله أن يكف عنا شر المجرمين. وجزاكم الله خير على القعدة الطويلة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين الحسنات. بارك الله فيكم، السلام عليكم.